أهلا بكم. قالت رابطة أمهات المختطفين إن سلطات الميليشيا في صنعاء بدأت بمحاكمة المختطفين في سجونها بعد مضي ما يقارب العامين من اختطافهم. بحسب بيان أصدرته الرابطة، فإن سلطات الميليشيا بدأت بمحاكمة هؤلاء المختطفين وفقا للاعترافات التي انتزعتها منهم تحت التعذيب ومنعت حضور المحامين. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش مدى قانونية هذه الخطوة وكيف ستتعامل الحكومة معها. إطلاق المختطفين الذي كان أول بند من بنود الاتفاق السياسي المفترض يمضي باتجاه آخر. لم تكتفي الميليشيا برفض تنفيذ هذا البند كما هي عادتها مع بقية البنود، بل قررت في نهاية المطاف أن تذهب بهؤلاء المختطفين نحو المحاكمات غير العادلة بعد أن أمضى بعضهم أكثر من عامين في سجونها. سلطة غير شرعية تقوم بمحاكمة مختطفين بناء على اعترافات تم انتزاعها منهم تحت التعذيب، وأكثر من ذلك ترفض حضور أي من المحامين الذين تطوعوا للدفاع عن هؤلاء المختطفين. نبدأ النقاش بعد هذا التقرير. بعيدا عن الشكل القانوني وتجاوزا لجميع الأعراف، تواصل سلطات التحالف الانقلابي في صنعاء انتهاكاتها بحق المختطفين. قائمة معتقل الميليشيا بعضهم أمضى عاما والبعض أكثر من عام في المعتقل، وتعرضوا لأسوأ حالات التعذيب الجسدي والنفسي، حتى أن البعض منهم أصبح مقعدا ولا يستطيع الحركة. لم تكن عمليات تقويض الحريات الصحفية واختطاف الصحفيين والناشطين وتعذيبهم مجرد فعل عابر اعتادت سلطة الميليشيا في صنعاء على فعلها، بل كان الجديد هذه المرة إحالتهم إلى القضاء الذي يعد هو الآخر أسيرا لدى سلطة لا تحمل أي صفة قانونية، ولم تخلق وجودها إلا بفعل انقلاب فرض كل خياراته على جميع مؤسسات الدولة وبشكل يتناقض مع جميع القوانين. قالت جهات حقوقية إن بدء محاكمة متهمين داخل سجون الأمن السياسي يعد سابقة خطيرة في القضاء، معلنة بطلانها قانونيا وفسادها أخلاقيا. بيان وقفة رابطة أمهات المختطفين. رابطة أمهات المختطفين التي لم تكل يوما واحدا عن المطالبة بإطلاق أبنائها أعلنت في بيان لها رفضها لهذه الإجراءات، وأكدت أن ذلك يعد محاولة لإضفاء الشرعية على خطف الأبرياء والتحقيق معهم تحت التعذيب وتلفيق التهم بحقهم. وفي التفاصيل قالت الرابطة أن المحاكمة بدأت داخل السجون دون أن يتم حتى السماح للمحامين بالدخول للنظر في مشروعيتها، وأكدت أن جماعة الحوت استندت في محاكماتها إلى اعترافات حصلت عليها من المختطفين تحت وطأة تعذيب. وفي خضم كل ذلك ما تزال الحملات التي أطلقت عبر مختلف الوسائل للمطالبة بإطلاق سراح المختطفين تتصاعد يوما بعد آخر، وأمام هذه المطالبات ها هم المختطفون اليوم يمثلون أمام أول محكمة غير شرعية عرفتها البلاد. إذن معنا الآن مشاهدينا الكرام من صنعاء المتحدثة باسم رابطة أمهات المختطفين نجلاء أحمد. مساء الخير أستاذة نجلاء. مساء النور. أهلا بكم أستاذة نجلاء. بحسب البيان الأخير فسلطات الميليشيا بدأت بالفعل بمحاكمة المختطفين في سجونها، ما هي التهم التي وجهت إليهم؟ هي تهم كيدية لفقتها لهم هذا جماعة الحوثي بانتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب، ولفقت لهم تهم كيدية وتحاكمهم الآن محاكمة غير شرعية وغير عادلة في سجون الأمن السياسي. نعم، هل من أنباء عن طبيعة ماهية هذه التهم التي وصفتها بالكيدية؟ في قرار إنشاء المحكمة الجزائية المتخصصة تم إضافة فقرة سادسة في القرار في عهد الرئيس السابق تقضي بأنه المحالين بتهم المساس بأمن الدولة وغيرها يدخلون في قرار إنشاء المحكمة الجزائية المتخصصة، وهذا من أجل أن يكون باب واسع وفضفاض لإدخال مثل هؤلاء الشباب في مثل هذا الباب. التهم لا تبتعد عن أنه يعني مؤيد للعدوان، أنه يحاول بأمن الدولة، أنه يتفق مع جماعات أخرى. هذه هي التهم التي لفقت لهؤلاء الشباب. طيب الآن باعتبار أن هذه التهم كيدية،
أين ستقام هذه المحاكمات بحسب علمكم؟ هي أقيمت داخل سجن الأمن السياسي، ولذلك الرابطة تستنكر أن يكون هناك قضاة يقبلهم بمثل هذا الفعل وبمثل هذه الخطوة، أن ينتقلوا إلى سجون الأمن السياسي من أجل محاكمات شباب مختطفين أبرياء اختطفوا بدون أي مفوض قانوني. نعم، طيب بحسب البيانات أو بحسب ما يطرحه الانقلاب، يعني سلطات الانقلاب أو الميليشيا، على ماذا تستند هذه المحاكمات؟ ليس لها أي سند قانوني. سندها سند سلطة الواقع بأنهم ميليشيا واستطاعت أن تتحكم في واقع المجتمع اليمني، وبالتالي لها الحق في أن تحاكمهم إذا ما شاءت بدون أي اعتبار لقانون أو لقضاء. هل بدأوا بمحاكمة جميع المختطفين أستاذة نجلاء، أم أن هناك بعض الفئات المعينة التي بدأوا فيها تحديدا؟ هم بعض المختطفين، ليس لنا علم بعددهم أو ما التصنيف الذي جعلهم يبتدئون بمحاكمتهم لهم، لأنهم منعوا دخول أي أحد إلى قاعة المحاكمة، مع أن القانون اليمني يبيح لأي شخص الدخول إلى قاعة المحاكمة حتى تكون علنية، وبالتالي نضمن سلامة الإجراءات. منع حتى المحامون الذين وكلهم هؤلاء المختطفين من دخول هذه المحاكمة. نعم، بالنسبة للرابطة، رابطة أمهات المختطفين، كيف تتعامل مع هذه الخطوة من قبل ميليشيات الانقلاب؟ نحن نرفض هذه المحاكمة، نرفضها من حيث المبدأ. الشباب أبرياء اختطفوا من بيوتهم ومن مقر أعمالهم ومن جامعاتهم وبدون أي مسوغ قانوني، فنحن نرفض جملة وتفصيلا المحاكمة، سواء كانت في قاعة محكمة أو كانت في سجن الأمن السياسي. لكن مما زادها سوءا أن قبل بعض القضاة أن ينتقلوا إلى مبنى الأمن السياسي من أجل محاكمة بعض الشباب بدون وجود محامين، بدون السماح لأهاليهم أو الوكلاء عنهم بحضور هذه المحاكمات. إذن أشكرك المتحدثة باسم رابطة أمهات المختطفين السيدة نجلاء أحمد، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. ومنها أيضا ينضم لنا أي من صنعاء نائب رئيس هيئة الدفاع عن المختطفين المحامي محمد الهناهي. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور أخي الكريم. أستاذ محمد، ما مدى قانونية الخطوة التي قامت بها ميليشيات الانقلاب بالبدء فعليا بمحاكمة المختطفين لديها في سجونها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أود أن أشير إلى أنه حتى الآن لا تجد لدينا بيانات واضحة عن عمليات محاكمة لأي من المعتقلين في سجون النظام في صنعاء. ولكن بشكل عام سبق أن تحدثنا مع الإخوة في اللجان المكلفة من قبل نظام صنعاء بشأن قضايا المعتقلين في السجون، عن إمكانية الإفراج عن المعتقلين، ونسعى إلى أنه في أسوأ الحالات إذا ما حدثت أي من المحاكمات أن تكون هذه المحاكمات بالإجراءات الاعتيادية، وأن يكفل للمعتقلين من يتم محاكمتهم حقوقهم القانونية وفقا للقانون اليمني. طيب، أنت الآن تتحدث على أنه ليس من دلائل أو بيانات تتحدث عن إقامة هذه المحاكم، لكن رابطة أمهات المختطفين ربما تحدثت عن أن هناك بالفعل محاكمات جرت لهم. في حال كانت هناك محاكمات من هذا النوع، نحن كمحامون يا سيدي الكريم، نعم، نحن في هيئة الدفاع عن المعتقلين والمختطفين نحن فرق قانونية متخصصة في هذا المجال، و لا إشكالية في ذلك، لا إشكالية في ذلك أستاذ محمد. نعم، الفكرة أنه ما مدى قانونية هكذا محاكمات من وجهة نظر القانون اليمني والتشريعات الدولية لتوضيحها للرأي العام؟ الحقيقة أن الآن اليمن تمر بظرف استثنائي، وعلى الجميع أن نحاول تقليل معاناة الناس كلما كان ذلك ممكنا. إذا كان هناك أي من المحاكمات فإنها يجب أن تكون وفقا للأعراف القانونية المحترمة، ونعتقد أنه لا يوجد قاضي سيدين أبرياء
بل إن أعتقد أنه المحاكمات وإن كان فيها شيء من التعسف، إلا أن بقاءهم مسجونين سواء لدى سلطة النظام في صنعاء أو الأجهزة الأمنية الموجودة، أعتقد أنها أمر غير مقبول. طيب، بالنسبة لموقف القانون اليمني من إجراءات محاكمة سرية للمتهمين داخل أماكن احتجازهم، هل لا هذا يجوز؟ لا، المحاكمات علنية وفقا للقانون اليمني، ولا يجوز إجراء محاكمات للمتهمين بعيدا عن العلنية. وإذا ما رأت المحكمة أن تكون المحاكمات سرية، فإنها يجب كفالة حق الدفاع وتمكين محاميهم من الالتقاء بهم، وأن يتم ذلك بشكل علني وشفاف، وإلا فإن هذه المحاكمات هي محاكمات صورية باطلة ولا قوة قانونية لها. وأعتقد أن ما يحدث هو نوع من المجاذبات والضغط السياسي من الأطراف المتصارعة في البلاد. طيب، الآن تتحدث رابطة أمهات المختطفين على أن هذه التهم التي يعني اتهم بها هؤلاء المختطفون هي تهم كيدية في الدرجة الأولى. في حال كانت هناك محاكمة، إذا ما كانت بنيت التهم على بشكل كيدي، كيف يمكن التعامل وفقا لذلك؟ سيد الكريم، من المعلوم وفقا للقانون اليمني ووفقا لقانون المرافعات وقانون الإجراءات الجزائية، هناك قواعد معينة تحدد آلية الاتهام، وبالتالي فإن أي تهم تكون ملفقة ستنهار هذه التهم أمام القضاء، ولا زلنا نعتقد أن هناك الكثير من القضاة الذين لا يحترمون الدستور والقانون. وفي كثير من الأحيان اللجان التي تزور السجون غالبا ما تكون توصيتها بالإفراج عن المعتقلين، أقصد اللجان القضائية. فقد سبق وأن تم زيارة السجون من قبل لجنة شكلت في رمضان من النيابة العامة، وأوصت بالإفراج عن مجموعة كبيرة، ولكن لم تستجب السلطات في صنعاء لهذه التوجيهات. فإذا ما تم إحالتهم، أعتقد أنها يمكن أن تكون بادرة إذا ما تم الاستفادة منها بشكل إيجابي، يمكن الاستفادة منها في إطلاق المعتقل، لأنه معظم هؤلاء الذين تم القبض عليهم لا يوجد أدلة ترقى إلى إدانتهم. طيب، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ محمد الهناهي. ينضم لنا الآن مشاهدين الكرام من عدن وكيل وزارة حقوق الإنسان أستاذ نبيل عبد الحفيظ. أهلا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بكم أستاذ نبيل. وفقا لبيان رابطة أمهات المختطفين، بدأت هناك محاكمات لأفراد أو أبنائهن المختطفين في سجون الانقلاب. شروع سلطات الانقلاب بهذه الخطوة، كيف تنظرون إليه أنتم في الحكومة؟ نحن ننظر أنه أساسا ما بني على باطل فهو باطل. عملية الاعتقالات كلها باطلة، وبالتالي ما يقومون به أيضا، والجهات التي يحركونها الآن هي تعمل وفق آلية غير شرعية، وبالتالي ما يحدث الآن هو مجرد محاولة للخروج من المأزق الذي هم فيه. وصل عدد المحتجزين والمعتقلين والمخفيين قصريا إلى ما يزيد عن 13 ألف إنسان، وبالتالي هذه الأعداد يعني في منهم من مات تحت التعذيب، ومنهم من أصبح الآن، يعني هذه الأعداد أصبحت تمثل عبء على جماعات الانقلاب. وبالتالي المخرج اللي بدأوا به الآن أنهم يتحدثوا عن محاكمات وما شابه، معروف في القانون أنه من أجل أن يحال شخص إلى القضاء أو إلى محاكمة يجب أن يكون أولاً اعتقل بصيغة قانونية بشكل قانوني، لأن حتى عملية الاعتقال غير قانوني تنهي القضية من أساسها. فبالتالي هؤلاء أغلبيتهم أو كثير منهم اعتقلهم أصحاب قضايا رأي وقضايا موقف، وبالتالي كل ما يعملوه الآن هو مجرد محاولة لحل مأزقهم فيه. طيب، أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ نبيل. سأنطلق من هذه النقطة إلى أو أعود منها إلى المحامي محمد الهناهي. أستاذ محمد، المحكمة الجزائية المتخصصة في يعني رغم الطعن بدستوريتها باعتبارها محكمة استثناء، لكن
هل يعني إلى أي مدى لها الحق في النظر بقضايا سياسية تتعلق بحق حرية التعبير مثلا أو حرية الرأي؟ طبعا أولا الأصل أن المحكمة الجزائية المتخصصة حدد القانون صلاحياتها والجرائم التي تقوم بنظرها، وهي جرائم محددة، هناك قانون حدد اختصاصاتها، جرائم الاختطاف والتقطع والاعتداء على وسائل المواصلات وغيرها من الجرائم، وهي يمكن أن نسميها محكمة أمن الدولة، هي أقرب إلى ما يمكن أن نسميه محكمة أمن الدولة. القضايا الرأي في الأصل، الرأي في الأصل أنها لا يجب أن تحاكم، وإذا كان هناك إساءة في قضايا النشر أو ما أشبه، فإن المختصة في هذا النوع من القضايا هي القضايا المحكمة الصحافة والمطبوعات إن كان هناك جرائم من هذا القبيل. ولكن الآن حاليا توجد إشكالية حقيقية، هذه الإشكالية ليست من الآن، هي من السابق، وهو أن المعتقلين أو الذين يتم سجنهم في سجون الأمن السياسي أو الأمن القومي يتم إحالتهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، لأن غالبا ما يتم وضع المسمى الجرمي لهم أو هي قضايا الإرهاب أو ما أشبه ذلك. وهذا الكلام منذ أن كان قبل الانقلاب حتى في صنعاء، هذا الكلام كلنا نعرفه والمحامين يعرفون هذا الأمر جيدا. نعم، طيب المعذرة، الآن هل سمح للمختطفين بتوكيل محامين للدفاع عنهم أو حضور حتى جلسات الاستجواب في حال لم تكن هناك محاكمات، جلسات الاستجواب معهم؟ الحقيقة كما سبق وأن قلت لا يوجد لدينا بيانات عن إجراءات إحالة أي من المختطفين إلى المحاكمات. حدث في شهر رمضان المنصرم أن التقت حضرنا بعض جلسة التحقيق، وكانت الحقيقة معظم هذه القضايا التي تم إحالتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة تندرج ضمن قضايا الإرهاب. طيب القصد في حال كانت هناك جلسات استجواب لهم، لا تحدث عن محاكمات الآن، هل سمح لناشطين أو محامين بالأصح لمحامين لحضور هذه الجلسات؟ إذا ما حدثت محاكمات وتمكن المحامون من الحضور، فإن إجراءات القبض الباطلة ينتج عنها انهيار القضية، وغالبا ما يحكم القضاء ببطلان الإجراءات، وبالتالي أي إجراءات قبض تمت للمخالفة للقانون فسوف يحكم القضاء بإبطال هذه الإجراءات. طبعا أتكلم عن الظروف الطبيعية، نحن الآن نعيش ظرف استثنائي، مفهوم. الأجهزة القضائية تعمل بصعوبة شديدة جدا، ولكن ما زلنا نعتقد أن هناك ضمير مهني موجود لدى الكثير منهم. طيب أرجو أن تتفضل مرة أخرى بالبقاء معي أستاذ محمد. أعود إلى وكيل وزارة حقوق الإنسان الأستاذ نبيل عبد الحفيظ. أستاذ نبيل، هذا الإجراء، يعني قبل ذلك من إطلاق المختطفين كان على رأس بنود أو أولويات حسن النوايا الممهدة للاتفاق السياسي والحل السياسي، الآن الميليشيا تمضي بإجراءات أخرى من نوع آخر، تمضي باتجاه تعزيز عملية التعذيب وإبعاد المختطفين عن أسرهم أو حتى المنع زيارة الأسر بالنسبة للمختطفين، وكذلك هناك الأنباء هذه التي تتحدث عن محاكمات تجري لهم، ما يشير ذلك من وجهة نظرك؟ هو كل هذا يدل على مدى الحالة التي يتعامل بها هؤلاء، على أنهم فعلا عصابات إجرامية وليس فيها ما يقومون به أي عمل مما يسمى أعمال الدولة أو نشاطات الدولة. هذا الذي يقومون فيه الآن، هم يعلمون أنهم قاموا بإجراءات قبض لا يعني هي في مجملها إما اختطاف أو إخفاء أو احتجاز، كلها غير قانوني. وبالتالي كثير من هؤلاء الذين قلت لك، الآن نحن نتحدث عن أكثر من 13 ألف إنسان، وبالتالي أغلبية هؤلاء موجودين في سجون سرية تابعة لهذه الميليشيات، والآن هم يريدوا فقط أن يقوموا بعملية إخراج عدد محدود من هؤلاء، ويتم تقديم على أنه ما كان يتم كأنها اعتقالات و بصيغة قانونية. نحن نؤكد والجميع يعلم، كل أبناء الشعب اليمني يعلم أن كل ما تم كانت عبارة عن اعتقالات واختطافات وإخفاء قصري، لا يوجد فيه أي جانب قانوني. الآن هو أيضا إسقاط للاتفاق لما كانوا حتى وعدوا فيه في لقاءات المفاوضات في جنيف وفي الكويت،
من الإفراج عن المعتقلين هم الآن وكأن ما تم الحديث عن هم لا يتفقوا معك على أي شيء، وأي شيء يطرحوه يتناقضوا معه في أي لحظة وفي أي وقت. طيب أستاذ نبيل، دعني أعود بعودة أو بسؤال أخير إلى السيد محمد الهناهي المحامي أو نائب رئيس هيئة الدفاع عن المختطفين، معنا عبر الهاتف من صنعاء. بسؤال أخير أستاذ محمد، أنتم كمدافعين محامين يعني أنيط بكم مهمة الدفاع عن المختطفين، ما هي النصائح التي توجهونها لأمهات المختطفين، لأهالي هؤلاء المختطفين، للقيام به خصوصا مع الأنباء التي تتحدث عن وجود محاكمات سرية؟ نحن نطلب من الجميع أنه في حال إبلاغهم بحدوث أي محاكمات لأبنائهم أن يصب المعتقل أو المختطف على طلب المحامين بحضور جلسة التحقيق وجلسة المحاكمة، وأن يتم إشعارنا ليتم التواصل مع الأجهزة التي ما تزال موجودة في صنعاء سواء النيابة العامة أو أجهزة القضاء، نستطيع أن نسميه التخفيف من حدة الإشكاليات. نعتقد أنه يمكن التعاطي إيجابيا مع المشكلة. الحديث من نحن نعيش في الميدان، نحن نعاني معاناة صعبة جدا، معاناة الناس تزداد، اعتقالات الناس تجاوزت السنتين. نحن نبحث عن حلول سواء كانت عبر القضاء، سواء كانت عبر التسويات السياسية، التسويات الحقوقية. لدينا هدف معين، كيف نستطيع أن نخفف معاناة المعتقلين والمختطفين. نحن لا يعنينا المسميات، سنتعاطى مع السلطات في صنعاء، سنتعاطى مع السلطات القضائية الموجودة. يهمنا أولا وأخيرا كيف يتم إطلاق المعتقلين. إذن أشكرك الأستاذ محمد الهناهي المحامي ونائب رئيس هيئة الدفاع عن المختطفين، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. وبالعودة إلى وكيل وزارة حقوق الإنسان الأستاذ نبيل عبد الحفيظ، أستاذ نبيل، هذا الأمر بالنسبة لملف المختطفين هل رفع إلى المنظمات الدولية ذات الاختصاص؟ كيف هو التفاعل بالنسبة للمجتمع الدولي مع قضية المختطفين في سجون الميليشيا؟ بالتأكيد تم الرفع بكل هذه الحالات إلى الجهات الدولية، وسيتم تقديم تقرير مفصل في مارس القادم إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى المقررين الخواص حول هذه القضايا. ونحن نقول أن كل ما يقوم هؤلاء هؤلاء الانتهاكات كلها مسجلة وترصد، وسيأتي اليوم الذي يفتح فيه هذه الملفات ويتم الإنصاف لكل من انتهكت حقوقهم أو تم اعتقالهم. والعدالة الانتقالية تأتي في إطار أولى الاهتمامات للحكومة الشرعية لإنصاف كل الناس الذين تم انتهاك حقوقهم أو الإساءة لهم. طيب أستاذ نبيل، يعني الآن بلا شك إمكانات الحكومة ربما مكبلة بشكل أو بآخر بسبب صعوبة الأوضاع والظروف حاليا، لكن هناك الكثير ممن يطرح أن وزارة حقوق الإنسان لم تستغل فضاء التواصل الاجتماعي في إيصال معاناة المختطفين ومعاناة اليمنيين عموما سواء على وسائل مثل تويتر أو فيسبوك أو خلافه. هذا الأمر لماذا لم يركز عليه من قبل وزارة حقوق الإنسان؟ تعلمون أننا في الفترة الماضية كنا نعمل من خلال تواجدنا خارج الأرض، لكن الآن بعد أن تم افتتاح مقر وزارة حقوق الإنسان في عدن، في العاصمة عدن، ونحن الآن بدأنا بعمل مكثف وموجه لتسوية كل هذه الملفات بشكل قانوني وحقوقي سليم، وسنعمل على إيصال هذا الصوت الحقوقي إلى كل مكان. أشكرك وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبد الحفيظ، كنت معنا عبر الهاتف من عدن، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان، وتحيات الزميل كمال حيدر منتج البرنامج، وتحيات أفراد الطاقم الفني. إلى اللقاء.